بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وخلال التهنئه اكد الفريق اول محمد زكي ان رجال القوات المسلحه مسلمين واقباتا يبذلون كافه الجهود للوفاء بالمهام والمسؤوليات التي يحملون امانتها للحفاظ على عزه وشموخ الدوله المصريه مشددا على ان وحده نسيجنا الوطني هي الدعامه الحقيقيه لبناء امتنا العظيمه وتاريخها الحضري جيلا بعد جيل كما بعث الفريق اسامه عسكر رئيس اركان حرب القوات المسلحه ببرقية تهنئه لقداسه البابا توادرس الثاني بهذه المناسبه هذا وقد اصدر الفريق اول محمد زكي توجيها لتهنئه القاده والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود والعاملين المدنيين بالقوات المسلحه من الاقبات بمناسبه عيد الميلاد المجيد كما اصدر الفريق اسامه عسكر توجيها ممثلا لتهنئتهم